السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ عمر. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. نريد التعريف، تعرف بنفسك. أيوة بنفسي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ما أنا بمتوفق باللغة العربية، إذا أخطأت إن شاء الله أصعمين. هل يوجد إنسان يريد يتعلم اللغة العربية ولا يخطئ؟ لازم تحاول حتى تتكلم يعني. سنحاول كل محاولة. نعم نحن نخطئ ولا أشكال. الحمد يعني الله. أنت عندما تتكلم الآن بالسواحلية أو بأي لغة لا تخطئ؟ ممكن تخطئ. أي نعم. فإذا تحاول أنت حتى. نعم إن شاء الله. أيوة أولا أنا اسمي عمر البشير أو عمر أوتينو، يعني اسم المحلية، اسم المكان أوتينو. أبي كان اسمه أمبات، إذن عمر أوتينو أمبات. وهذا اسمك بعد الإسلام؟ لا اسمي قبل الإسلام. قبل الإسلام اسمي كان كينيدي أوتينو أمبات. نعم هذا الاسم قبل القديم يعني. نعم ايوه الحمد لله. طيب والان الاسم عمر. الان غيرت الاسم. الان اسمي عمر البشير، يعني الاصدقاء يقولون لك البشير، لكن البشير. انت اسمك عمر. عمر اوتينو. اوتينو ايوه تمام ما أيوة. شاء الله أيوة. من اي دوله؟ والله انا من كينيا. نعم من كينيا، من كيسومو. نعم كيسومو يعني عاصمة، العاصمة الثالثة، العاصمة الثالثة من نعم. كينيا أيوة. في الغرب، غرب كينيا. في الغرب كينيا نعم. كيسومو وداخل كيسومو. نعم ليس داخل كيسومو لكن خارج كيسومو في المكان يسمى كاراتشونيو. كاراتشونيو في هومبي هناك. هذا المكان اللي أنت. المكان كيسومو بالضبط يعني. نعم. مدينة، لكن من هنا إلى المكان يعني تقريبا 90 أو 80 كيلومتر. كيلومتر أيوة ما شاء الله أيوة. طيب